طبعا يعني باختصار هو نقول وداعا للفواتير ونظام الفواتير القديم، وداعا لتراكم المبالغ على المستهلكين. سيصبح الآن المستهلك فقط من هاتف النقال يقدر يعني يدفع اللي عليه ويعرف استهلاكه ويعرف إذا فيه هدر عنده ولا ما فيه، فهذا راح يكون يعني سهل التواصل بين المستهلك وبين العدال. فيه قانون 20/2016 أعطى الوزارة الحق في زيادة التعرفة على جميع القطاعات ما عدا السكني، لكن السكني طبعا يحتاج إلى تشريع من مجلس الأمة. فيعني الوزارة من ضمن برنامجها وخطتها المستقبلية أنها تبدأ بالتدريج زيادة القطاعات الاستثماري والتجاري والصناعي والزراعي، والقطاع السكني سنحتاج إلى تشريع لتعديل التعريف. اللي عليه مبالغ متراكمة طبعا راح يكون فيه تسوية، يعني يا أما يدفع يعني بالكامل المستحقات، وإذا كانت مبالغ كبيرة يتم تقسيطها عليه. تحصيل الفواتير بعد الإعدادات الذكية يعني المستهلك بنفسه يقدر يدفع في أي لحظة، يعني يقدر حتى يختار نظام الدفع المسبق، يعني سيتم شحن العداد بمبلغ معين، بعد استنفاذ هذا المبلغ يحتاج أنه يشحن مرة ثانية. الاستثماري سنبدأ في الاستثماري والتجاري في الدفع المسبق، والسكن الخاص أيضا في المرحلة الثانية سيكون. إلى الآن ركبنا 10,000 عداد من ضمن المشروع، وإن شاء الله يعني المرحلة هذه الحالية هي تستهدف 200,000 عداد، فنتوقع إن شاء الله يعني من اليوم 9 أشهر نكون مركبين 200,000 عداد.